بكره كمان في مباراه مهمه جدا. كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي. منتخب مصر بكره ان شاء الله هيبدا مشواره بقياده طبعا روجيرو ميكالي المدير الفني البرازيلي. ماتش بكره ان شاء الله هو بدايه المشوار في بطوله افريقيا. وافكركم واقول مره ثانيه ان البطوله دي اهميتها مش بس في فكره المنافسه على اللقب الافريقي او تحقيق اللقب، لكن بالتاكيد مهم جدا على اقل تقدير انك انت تكون من الاربعه الاوائل، ويا حبذا لو كنت من الثلاثه الاوائل، لانه الثلاثه الاوائل بيتاهلوا بشكل مباشر لبطوله الاولمبياد الالعاب الاولمبيه في باريس. اما صاحب المركز الرابع ف يعني بيكون في ملحق مع رابع بطوله اسيا، بيعملوا مواجهه بينهم، وواحد منهم بس الفائز بينهم في جولتين بيتاهل ايضا للمشاركه في الاولمبياد. احنا طبعا معنا النيجر بكره، ومعانا كمان في مجموعتنا النيجر والجابون ومالي. بكره بدايه المشوار وهتكون مع النيجر ان شاء الله. ويمكن مستر ميكالي اشتغل يعني من ناحيه الاعداد النفسي منتخب الحقيقه انا بشوف انه كان يستحق من الاهتمام اكتر من كده شويه، وكان يستحق من الدعم والمسانده والتحضير اكتر من كده شويه، لان فكره انك انت تروح تلعب او تتاهل الاولمبياد مش بس فكره تاهل كمان. احنا السنه اللي فاتت او الاولمبياد اللي فاتت في طوكيو زعلنا جدا من منتخب شوقي غريب لانه كان بطل القاره وخرج من دور الثمانيه لو ما الذاكره ما خانتنيش يعني قدام البرازيل، تمام؟ فبالتالي توقعات المصريين او طموحات المصريين مش بس انك انت تتاهل اولمبياد، لا احنا عايزين كمان ميداليه اولمبيه. هل المنتخب خد الدعم اللي يكفيه او هل خد فتره التحضير والاستعداد بالشكل المناسب لتحقيق بطوله افريقيا على اقل تقدير زي المنتخب اللي قبل كده الاولمبي اللي سبقه وخد البطوله وسافر للمشاركه في طوكيو؟ هيبان يعني هيبان. وهل المنتخب ده يقدر يروح في اولمبياد زي اولمبياد باريس 2024 بنتكلم السنه الجايه على طول ويقدر ينافس كبار العالم سواء بقى من احنا في افريقيا الكبار يعني في منتخبات افريقيا تعودنا دايما انه منتخبات السنغال، منتخبات نيجيريا، منتخبات غانا، منتخبات كاميرون، حتى كوت ديفوار قادره تنافس. فهل من الممكن ان المنتخب ده يبقى قادر ينافس؟ ده اللي هيبان من خلال المشوار، وده اللي اكد عليه مستر ميكالي مع ولاد انه لازم تبينوا من مباراه بكره ان انتوا منتخب جاي ينافس على البطوله ويحرز اللقب. نتمنى التوفيق لمنتخبنا بكره ان شاء الله. هيلعب في طنجه اللي استضافت ملعب كويس جدا جدا جدا، الملعب اللي استضاف ماتشات الاهلي في بدايه مشواره في كاس العالم. فاعتقد طبعا المغرب بشكل عام عملت طفره في البنيه التحتيه وهي اللي بتستضيف البطوله اللي هتبدا ان شاء الله النهارده بمباراه الافتتاح اللي هتكون بين المغرب وبين غينيا.